رضا سليم لاعب النادي الأهلي شارك في التدريبات الجماعية اللي كانت أو أقيمت أمس على ملعب مختار التتش بعد تعافيه من إصابته بكدمة في الركبة. الحمد لله انتهى من البرنامج التأهيل المصغر اللي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة، ورضا سليم أدى تدريباته مع النادي الأهلي هتشوفوه دلوقتي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة بالكورة. ده طبعا كان تمرين فريق النادي الأهلي النهاردة منذ قليل الحقيقة، وزي ما حضراتكم شايفين التحضيرات على قدم وساق لمباراة إمبي، وكالعادة ستجد المباراة على الهواء مباشرة مع حضراتكم، أو ما قبل المباراة على الهواء مباشرة مع حضراتكم في خلال أو من خلال الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي وإمبي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. عموما